مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي، محدثكم أسامة أبو زينة يحييكم، والوصف التفصيلي لمباراة الكرة الطائرة للسيدات بين فريقي النادي الأهلي وفريق يو اس اف اي البوركيني ضمن فعاليات بطولة إفريقيا للأندية الأبطال رقم 30. بداية الشوط الأول ما بين النادي الأهلي ويو اس اف، ويعني قدامنا المدير الفني الكابتن حمد الصافي، مدير فني فريق النادي الأهلي، بادي اليوم قدامنا شروق فؤاد على الإرسال معدة الفريق، ومعاها في مركز 2 آية حمدي، وعندنا أيضا مريم متولي وفريدة العسقلاني قدامنا أهو. فريدة العسقلاني بادي بيها على الشبكة وبادي بالمعدة في مركز 1، وسارة أمين ابتدت اللقاء ومعاها ايضا لعبة مركز 4، وبادي بتشكيلة اساسية المحترفة كاترين، وارسال شروق ورفعة، واللعبة رقم 11 بتحط كورة كده بليس بتيجي في ايد حائط الصد امياتو، لعبة يو اس اف اي البوركيني، لاعبات صغار السن واضح جدا، استقبال وكرة بتترفع وهي بتحط كرة من فوق حائط الصد اللعبة رقم 3 امياتا، وواحد الاهلي واحد يو اس اف اي كاترين، ارسال قوي، استقبال، كرة بترجع، ترجع سهلة وبتتجاب من فريدة، وكرة قوية بتتحط من آية وبترجع التاني بتتلم وجاية سهلة خارج الملعب، برافو. 2 الأهلي 1 يو اس اف البوركيني. كاترين على الارسال، ارسال قوي خارج الملعب. شفنا امبارح كاترين جابت في الشوط الثاني والثالث قرابه 9 ارسالات، ارسال وندى وليد بتستقبل وكره من شروق، وساره بتشوط كره قويه بترجع تاني وجايه سهله، وندى وليد بتستقبل وكره مرفوعه بعيده عن ايد فريدة العسقلاني، بتحسن النتيجة 3 يو اس 2، وكرة قوية من آية اللي متعودين على ضربها الساحق، 3-3. فريدة العسقلاني ارسال قوي، استقبال، وبرضو المتألقة فريدة العسقلاني بتشوط كورة قوية في وقت مهم جدا، ارسالاتها مؤثرة، تاني ارسال مؤثر، بترجع تاني الكرة سهلة وكرة بتتجاب وسريعة قوية من مريم متولي، سنتر بلوك النادي الأهلي من نص الملعب، جايبة امبارح 10 ضربات ساحقة من نص الملعب مريم، وكرة بتترفع وبترجع، وآية بتحط الكرة ولكن خارج الملعب مرفوعة اوت اوف سيستم ومحطوطة خارج الملعب. 4 يو اس 5 النادي الاهلي، استقبال من سارة، كرة مرفوعة، وده اللي احنا كنا شايفينه امبارح، الضرب من 6 ولكن الكرة اتبنضت ورجعت تاني، وسارة
امين بتشوط كوره من مركز 4 في مركز 5 بتجيب بيها نقطه مباشره بعيده عن ايد اللاعبه الرقم 7 ينسن. 6 الاهلي 4 يو اس البوركيني، وكره بتتحط كده وتفنس من ندى بترجع تاني الكوره سهله. وقدامنا بتشوط كوره قويه مريم متولي من نص الملعب، تاني كره بتتشاط بنقطه مباشره. 7 الاهلي 4 يو اس اف ايه البوركيني. ايا حمدي وارسالاتها المتميزه، استقبال وكره بتترفع وبتشاط كره سهله، ندى بتجيبها وبتتحط كره من 6 بتتشاط من اللاعبه الاوكرانيه كاترين. 8 الاهلي 4 يو اس اف ايه. كده شايفين تركيز من امبارح على النواحي الخططيه لفريق النادي الاهلي، والضرب من مركز 6 من اللاعبه كاترين واضح جدا بيفتح مجالات للهجوم من الشبكة من الخطوط الخلفية من مركز 6. كرة طبعا مشيت كده غير متفق عليها، وآية حمدي بتعرف تتحكم في الكرة بريست ايديها بشكل جيد جدا. قدامنا اهي آية حمدي، ارسال قوي، استقبال، كرة بتترفع وبترجع سهلة وبتنزل مش متوقعة من الليبرو ندى وليد. 5 يو اس 8، وكرة بترجع تاني باستقبال كان على حافة الشبكة، بتحط الكرة بليس شروق فؤاد وارسال سارة المتميز بنقطة مباشرة. 10 الاهلي 9 يو اس اف. ارسال واستقبال وكرة بتترفع وشوطة وبتيجي في اتحاط الصد وبتنزل نقطة. 6 يو اس اف ايه البوركيني، 10 النادي الاهلي. لعيبة رقم 1 استقبال وكرة، وكرة تانية من الخطوط الخلفية بتشوطها آية وبترجع تاني بتفنس، وكرة سريعة من مريم متولي، رابع كرة بتحط فيها ايدها بنقطة مباشرة مستغلة بشكل جيد ما شاء الله. مريم متولي ارسال واستقبال، الكرة جاية كده سهلة بتفنس وبترجع تاني، وكاترين المتألقة بتشوط كرة من مركز 4 في مركز 6 من جنب ايد حائط الصد 12 الاهلي. 6 يو اس اف البوركيني، وارسال متولي المتألق بنقطة مباشرة. برافو يا متولي. مريم ارسال قوي، استقبال وكرة جاية سهلة وخارج الملعب. 13 الاهلي 6 عفوا 14 الاهلي 6 يو اس اف ايه البوركيني. ارسال قوي وابتدت تتقل ايديها في الارسال،
وكرة وحائط صد جيد من فريدة العسقلاني وكاترين. اتكلمنا عن مهارة الإرسال مهمة جدا، بتفتح مجال ان الكرة تيجي سهلة بعد كده زي ما احنا شايفين، وكرة كونتر اتاك بتشوطها بقوة فريدة العسقلاني ونقطة مباشرة 16 وثاني تكنيكال تايم اوت للنادي الاهلي 6 يو اس اف اي البوركيني. قدامنا كور نص الملعب دي بتعمل خلخلة في البلوك بشكل غير طبيعي وبتخلص اهو زي ما احنا شايفين سنتر البلوك البوركيني اللاعب الرقم 4 بتروح متأخر على الاطراف، فده طبعا بيدي مساحة ان الشبكة بتبقى فاضية، واللاعب الرقم 4 صافياتو اورجياتو قدامنا مش عارفة تضم على حائط الصد. في ثلاث كور محطوطين بشكل جيد جدا. مريم متولي ارسال قوي، استقبال وكرة بتترفع وبتتضرب وحائط صد وبترجع تاني وتفنس جيد من سارة وفريدة العسقلاني وضربة قوية وبترجع تاني متبلسة في نص الملعب، واللعيبة طبعا بيحاولوا عليها آية وشروق، وكرة قوية وتفنس جميل من مريم ومرفوعة، وكاترين بتركن كرة بريست ايديها بشكل جيد، ترجع تاني الكرة وسارة بتسقط كرة من مركز 6 وكرة من نص الملعب وتفنساية جميلة، وبتيجي الواحد لآية بتحطها في مركز 1 وتفنس راجع ورا قوي، وهم بيسقطوا الكرة بالعافية ما بيشوتوش بقوة، فاتحين كيرف الديفنس ورا 7 يو اس اف اي 16 النادي الاهلي. كرة من 1 وبتشوت كرة قوية جدا آية حمدي من مركز 1 بنقطة في اخر الملعب 17-7 الاهلي. وشروق على الارسال، ارسال قوي واستقبال بنقطة مباشرة، برافو يا شروق. ارسال شروق، ارسال قوي استقبال، ترجع تاني اهي متسقطة زي ما قلنا ورافعة من فريدة، وكرة بتشوطها آية بتيجي في ايد حائط الصد اللاعيبة الرقم 11 أومياتو، اللاعيبة البوركينية 18-8 ونادى بتستقبل، وكرة سريعة بتتشط بقوة بترجع تاني، كرة تانية بتشوطها آية من فوق حائط الصد في الملعب 19 الاهلي 8 يو اس اف اي البوركيني. وكاترين وارسالاتها المتميزة وهجومها من مركز 6 استقبال، كرة بترجع تاني سهلة خارج الملعب، عشرين الاهلي 8 يو اس اف اي البوركيني. ارسال قوي استقبال وكرة جاية برضو سهلة وحاط صد المرة دي جيد من فريدة العسقلاني 21-8. طبعا المدير الفني البوركيني بيطلب تايم اوت علشان يهدي
قوة إرسالات النادي الأهلي، مدير الفني دريسة سنون، ومحمد سيدي بيه المدرب العام. أعتقد إن هما عندهم مشكلة في الاستقبال، واضحة جدا. كاترين ارسال قوي واستقبال، وكرة بتترفع وبتتحط كده متبلسة في نص الملعب. واتكلمنا ان الديفنس فاتح شوية على الأطراف عشان لو كرة جت تاتش، ولكن ما بتجيش. استقبال وكرة بتترفع، وآية بتحط الكرة برست ايديها بتيجي تاني سهلة، وديفنس جيد، وسارة برست ايديها بتحط الكرة في ايد حائط الصد. اللعيبة رقم 4 صفياتو، ونقطة مباشرة. فريدة العسقلاني ارسالاتها المتميزة، واستقبال وكرة بتتسقط ترجع تاني سهلة وبتنزل في نص الملعب. سارة امين ما كانتش متوقعاها. يعني 10-22 ارسال واستقبال، كرة بتترفع بتتشاط بقوة من آية، وتفنس بيطلع كرة، لقى الكرة على ايده اللعيبة الرقم 8 فاطمة، وبتنزل بنقطة. نياتو ارسال قوي ورفعة وكرة قوية من مريم متولي. كرة رقم 6 في الشوط الأول ليها، 23-11، وتايم أوت بيجريه دريسة سنون المدير الفني البوركيني. وشايفين الناحية التانية الكابتن حمدي الصافي المدير الفني، والكابتن ياسر صلاح، والكابتن ايمن فؤاد، ورامي عبد العزيز مخطط احمال، وشرهان سامح محلل تقني، ومحمد مجدي مدير اداري، وايهاب حسن الاداري، وكل الجهاز الفني والطبي متواجدين في ارض الملعب. آية حمدي وارسال في الشبك، طبعا بتلعب ارسال بريسك لازم. استقبال وكرة بتتشاط، ودي الكرة رقم 7 لمريم متولي اللي بتتشاط من نص الملعب. سارة واستقبال وكرة بتترفع بتتحط برست الايد كده، بتيجي من ندى، كرة مرفوعة، وكاترين بتشوف كرة قوية من مركز 4 بتنهي بيها الشوط الأول 25-12. طبعا
شايفين قوة الإرسالات و الضرب الساحق واضح جدا، عامل خلخلة في دفاعات يو اس اف اي البوركيني، وده طبعا حائط الصد والضرب من فوق حائط الصد واضح جدا، تمركز حائط الصد في الفريق البوركيني بعيد عن المنافسة. بداية الشوط الثاني من لقاء النادي الأهلي ويو اس اف اي البوركيني، وبداية بنفس التشكيلة الموجودة اللي ابتدى فيها المدير الفني كابتن حمدي الصافي في الشوط الأول. قدامنا طبعا اللاعبات، واللاعب الرقم واحد مايا موناتو، ارسال واستقبال من كاترين وكرة جاية سهلة والديفنس وكرة بتترفع وبتتشاط ودفنس جيد، الكرة بتيجي بصعوبة جدا وبترجع تاني، برافو يا آية، ترجع تاني وحائط صد ودفنس جيد من سارة وكاترين، ابتدى يبقى في تسقيط للكور كده من الفريق البوركيني، ولكن واحد الأهلي لا شيء يو اس اف اي. وشروق على الارسال، ارسال قوي، استقبال، كرة بتترفع في مركز اربعة وحائط صد جيد ودفنس من ندى جيد، وكرة بتتشط بقوة من كاترين المتألقة. اتنين الاهلي لا شيء يو اس اف اي. شروق، ارسال قوي خارج الملعب، لعبة رقم اتنين بترد بإرسال خارج الملعب مرة أخرى، ثلاثة الأهلي واحد يو اس، وكاترين وإرسال قوي زي ما عودتنا جايبة ثلاث ارسالات بشكل جيد جدا. الشوط الاول وارسال قوي كده، اربع ارسالات مهم جدا. الارسالات بتفتح مجال للفوز،
وكرة آية بتشوطها بقوة وتفنس بيجي في إيديها وبترجع تاني، وفريدة العسقلاني بتخلص كرة، ولكن اللاين زمان بيقول إن هي خارج الملعب. وتيني أوتارا على الإرسال، إرسال وكرة بتنزل في آخر الملعب في مكان صعب، إرسال واستقبال من سارة، كرة بتترفع وبتتعلى، وضرب كرة سريعة من فريدة العسقلاني من نص الملعب، برافو. 6 الاهلي 3 يو اس اف اي. فريده ارسال، كره بترجع تاني وحاط صد قوي وجيد من مريم متولي وساره امين. 7 الاهلي 3 يو اس اف اي البوركيني. فريدة العسقلاني وإرسال في الشبك، إرسالها طبعا مميز جدا، ولكن حطها بريسك كده، إرسال استقبال من كاترين، كرة بتترفع وسارة بتشوت كرة جميلة جدا بعيدة عن إيد الديفنس، بريست إيديها كده حطاها ما بين مركز 1 و6. 8 الاهلي 4 يو اس اف اي البوركيني. وطبعا توجيهات شايفين هما بيحطوا كور كده تبات كتير قوي، ولكن حاط الصد بيبقى مركز، عايزين يسقطوا الكور خلف حائط الصد، ولكن تركيز اللاعبات. وشايفين طبعا كرة مرفوعة جميلة من شروق ومضروبة أجمل من كاترين وفريدة، دي اللي كان فيها شك، والحكم لاينزمان قال إن هي خارج الملعب، وعوضتها فريدة بكرة قوية جدا بعديها. آية حمدي إرسال قوي واستقبال، وكرة جاية سهلة تتحط بسهولة، ومريم بتجيبها وبتتشاط برست الإيد بشكل رائع جدا من سارة أمين المنتقلة من نادي الشمس للنادي الأهلي هذا الموسم. آية وإرسال وتفوق بإرسال قوي وجميل، عشرة النادي الأهلي 4 يو اس اف اي البوركيني، وتاني إرسال اس بنقطة مباشرة. آية إرسال في الشبكة، معلش طبعا اللاعب اللي بيحط ريسك أو لازم يبقى فيها قوة ولازم يبقى فيها ريسك، هي دي الرياضة. وكرة بتتشاط كده جنب رجل كاترين، أقرب لها من ندى وليد، استقبال وكرة برضو اتحطت ما بين كاترين وندى في استقبالة خاطئة. 7 يو اس اف اي 11 النادي الاهلي، ندى بتستقبل وكرة بتترفع
وآية بتشوت كورة قوية جدا ولكن خارج الملعب. 8-11. تريز خارج الملعب. خارج الملعب. 12 الأهلي، 8 يو اس اف البوركيني وسارة أمين، وإرسال من أعلى قوي واستقبال، وكرة بتترفع وبتتحط بريست الإيد، بترجع تاني من شروق وبترفع متولي كرة من مركز واحد، بتحطها آية حمدي بريست إيديها في مركز اتنين. ولكن الحكم قال ان هي دايسة على الخط، وارسال خارج الملعب من اللاعبة فاطمة. ومتولي على الارسال. وطبعا اجرى الكابتن حمدي الصافي تغيير، نزل نهله سامح كابتن فريق مكان كاترين. الكره بتنزل بنقطه مباشره جميله جدا من مريم متولي. برافو يا مريم. 14-9. وارسال تاني خارج الملعب. عشرة يو اس 14 النادي الاهلي، واستقبالية كده بقالنا حوالي اربع كور الاستقبال. يانيس ارسال طبعا مش قوي، ولكن اول كورة وبتتحط من فريد العسقلاني بقوة من مركز ثلاثة. 15-11. جماهير ومحبي ومشجعي النادي الاهلي في كل مكان داخل الصالة المغطاة. ونقطة مباشرة من شروق. 16-11. اعتقد كلام والتوجيهات كلها على الاستقبال في الكورتين اللي فاتوا دول. وضياع بعض الارسالات. هي اللي قربت الفارق. كور طبعا ممكن تتجاب. وشايفين السريع بتلعب بيه شروق بيخلخل حائط الصد في الفريق البوركيني. شروق ارسال واستقبال، كرة مرفوعة تتحط بريست الايد، بتنزل في حائط الصد ونص الملعب. 12 الفريق البوركيني، 16 النادي الاهلي. سراتا سنونو ارسال واستقبال جيد من نالة، الكرة بتتحط بقوة من فريدة، ترجع تاني تتبلس وبتتجاب. وآية المتألقة بتحط الكرة من مركز أربعة بقوة. 17 الأهلي، 12 يو اس اف اي البوركيني. نهلة سامح ارسال جيد جدا، وكرة جاية وبتتحط سهلة، ترجع تاني بتفنس وبتترفع لسارة بريست ايديها
بتحطها ما بين ايد اللعيبه رقم 4 والشبكه ما تعرفش تعمل لها حاجه. 18 الاهلي 12 يو اس اف اي ونهله وارسال قوي واستقبال كره بتترفع ترجع سهله وتفنس ترجع تاني من فريد العسقلاني بشوطه سريعه وكره وحائط صد قوي جدا من آية حمدي وفريدة العسقلاني. برافو يا فريدة، برافو يا آية. 19 النادي الأهلي 12 يو اس اف البوركيني. نهلة وإرسالاتها المتفوقة واستقبال وكرة بتترفع وبتتحط بليس وبتتحرك آية مع ندى وكرة بيسيبوها في نص الملعب. معلش مريم طبعا مصطفى المتألقة نزلت وإرسال في الشبكة فريدة العسقلاني إرسال قوي استقبال وكرة بتتحط بليس وبترجع تاني والحكم بيقول إن في كرة متشالة من اللاعبة رقم 2 سراتا وإرسال قوي من فريدة العسقلاني بنقطة مباشرة. برافو يا فريدة. 22 النادي الأهلي 13 نادي يو اس اف اي البوركيني وإرسال قوي من فريدة بترجع تاني كرة سهلة بتتجاب ديفنس كرة بتتحط وحائط صد وطبعا فريدة العسقلاني بتطلع ديفنس جميل جدا وبترجع تاني وآية بتشوط كرة قوية جدا من مركز 2 في مركز 6 بعيدة عن ايد حائط الصد والديفنس. 23 النادي الأهلي 13 يو اس اف اي البوركيني. تغييرة طبعا بيجريها رنا الجوهري لعبة متميزة ارسال قوي استقبال كرة بتترفع وديفنس من شروق بتيجي في ايد الديفنس وخارج الملعب. امياتو استقبال من سارة وكرة مرفوعة قوية من متولي. 24-14 بيطلب المدير الفني البوركيني دريسة سنون تايم اوت في النقطة 24 أطوال ولكن المهارات مش مكتملة. فارق طبعا في الخبرات. قدامنا طبعا كرة باستقبالية يعني خاطئة بينهي النادي الأهلي الشوط الثاني 25-14 قدامنا محبي جماهير النادي الأهلي في كل مكان
في الصالة المغطاة جايين يأزروا فريق النادي الأهلي. قدامنا بعض اللقطات اللي موجودة من الشوط الثاني. وقد ايه في تفوق وقد ايه في تركيز من اللاعبات. الشوط الثالث من عمر اللقاء ما بين فريق النادي الأهلي ونادي يو اس اف اي البوركيني. ثبت التشكيل المدير الفني الكابتن حمدي الصافي ما عدا المعدة سهيلة وفيق مكان شروق فؤاد، وبيدفع بالمعدة صغيرة السن. قلنا طبعا الخبرات مهمة جدا في الأدوار التمهيدية، لازم اللعيبة كلها تدخل في مود البطولة ويقدروا من خلال دخولهم ان هم يبقوا متواجدين في اي ماتش من المباريات. ارسال قوي، استقبال، كرة بترجع تاني، حائط صد، وكرة بتترفع من فريدة، وضربة حائط صد جيد من ينسن اللعيبة رقم 7. ارسال، استقبال، مريم، كرة بتترفع، تتحط من نهلة صاحبة الخبرات، ترجع تاني مريم مصطفى، طلع ديفنس، وكرة قوية من رنا الجوهري من مركز 4. برافو عليك يا رنا، تم تغييرها مكان آية في الشوط الثاني في نهايته. سارة واستقبال خاطئ، برافو يا سارة. 2 الاهلي 1 يو اس اف اي البوركيني. ارسال قوي، استقبال من لعبة رقم 4، وبتيجي سهلة وبترجع تاني وبتتحط، وكرة طبعا صعبة جدا سهيلة بتحط ايديها فيها ولكن داخل الملعب. ارسال قوي واستقبال، لسه شوية تركيز ورفعة ونهلة بتشوط كورة لاين زمان بيقول انسايد، واللاعبات فاكرينها اوتسايد ولكن الكورة فيها كلام. لاينز هو الأقرب من اللاعبة. فريدة واستقبال وكرة مرفوعة وجاية بريست الإيد كده وتفنس من فريدة، وكرة بتتحط وضربة ساحقة من نهلة سامح متميزة من جنب إيد حائط الصد اللعيبة رقم 11 إنياتو. تغيير
بتنزل طبعا نرمين المنشاوي مكان مريم متولي. فريده العسقلاني الكره بتيجي ونقله بتجيبها بسهوله وبترجع تاني، الكره بتتشاط بقوه من رنا الجوهري من مركز اتنين بتيجي في حاره الصد وخارج الملعب. خمسه الاهلي ثلاثه يو اس اف اي البوركيني، وارسال قوي من اللاعبه فريده العسقلاني بتستقبله اللاعبه رقم 8 خارج الملعب فاطمه 6-3، وتستمر فريده في ارسالاتها المتميزه. سادس ولا سابع ارسال لفريده كده بشكل جيد، ترجع تاني تتحط بريست الايد ترجع وبترفعها سهيله وبتيجي سهله بتحط صوابع بكره سهله ورانا بتسقط كوره. لعيبه عندها خبرات ومتميزه جدا، بتعرف تتصرف في الكوره بشكل جيد. 8 الاهلي 3 يو اس اف ال بوركيني. قدامنا بعض اللقطات، طبعا بصراحة بنشيد بحكامنا سواء الحكم الأول الرواندي أو الحكم الثاني الكيني، قراراتهم سليمة جدا. فريدة العسقلاني سابع ارسال ليها ولكن بيتجاب وبتتحط كرة متبلسة وبترجع تاني من ديفنس جيد وبتشوط المرة دي وديفنس من سارة. ورانا الجوهري بتحط كرة قوية من مركز اتنين في مركز ستة. 9 الاهلي 4 يو اس اف اي البوركيني. فريدة العسقلاني ارسال خارج الملعب. اللعبة رقم 11 امياتو واستقبال وكرة بترجع بكونتر اتاك بتشوطها اللعبة رقم 7 ينسن. وارسال في الشبكه. رنا الجوهري ارسال قوي خارج الملعب. ارسال رنا طبعا مميز ولكن حاطه فيه كده قوه. كره من مريم ورفعه تحطها مريم لسهيله بتيجي واطيه سنه عند ايد نرمين المنشاوي وتطلع اوت سايد الملعب. استقبال من ساره كره بتترفع ونهله بتسقط كوره جميله جدا من فوق حائط الصد. نهلة سامح كابتن فريق النادي الاهلي وارسال
ولا اجمل ولا اروع. بتنزل الكوره قدام اللاعبه بعيده عن ايديها. تاني ارسال وتمركز فريق البوركيني صعب جدا. ونيرمين بتسقط كوره برضو بشكل جيد من نص الملعب. 13 الاهلي 7 يو اس اف في البوركيني. ونهله وارسالها المتميز بترجع تاني لساره وكره بتتحط قويه بتتشاط من نيرمين المنشاوي. اي كره كونتر بتيجي بتحاول نص الملعب سواء شروق او سهيله يخلصوه على طول من السناتر اللي موجوده سواء فريده العسقلاني او مريم متولي او نرمين المنشاوي. الثلاثه عاملين شغل كويس جدا من نص الملعب. تايم اوت الاول بياخده دريسة سنون المدير الفني البوركيني. نهله وارسالها المتميز. استقبال الكره بتترفع ترجع تاني حائط صد ودفنس جيد من رانا. تترفع كره جميله بتحطها بريست ايديها بشكل ممتاز. ساره امين كان اللعيبه كلهم نازلين في نص الملعب. هي دي الخبرات اللي احنا بنتكلم عليها. نهله وارسال قوي وكره جايه ولكن نرمين مركزه جدا بتحط كوره كونتر اتاك بشكل جيد. وتاني تكنيكال تايم اوت 16-7. وانا شايف دريسة سنون المدير الفني قاعد مش واقف بيكلم لاعبته ولا بيوجههم. حس طبعا ان فارق المستوى كبير جدا ما بين ده وفريق الاهلي. طبعا قدامنا بيتلعب من على الشبكة كور سريعة سواء سريعة من أمام المعدة أو بتبقى فاتحة شوية السنتر عشان تبعد عن إيد حائط الصد. وإرسال نهلة المتميز رابع كورة. 17 الاهلي 7 يو اس اف البوركيني. نهلة سامح استقبال كرة بترجع بتتحط بريست المقيد كده بتتجاب من رانا. وسهيلة بتبلش كرة بتيجي سهلة ترجع تاني. ورانا بصراحة متحركة بشكل جيد جدا ترجع تاني. وكرة قوية بتشوطها نرمين المنشاوي من نص الملعب بنقطة مباشرة. خامس كرة أو إرسال بتلعبه نهلة ولكن خارج الملعب. لعبة رقم 4 صفياتو. كرة بتترفع وتتحط بقوة برست الإيد من سارة من مركز 4 في مركز 1. برافو يا سارة. 19-8
ارسال قوي وكره بتتحط اول شوطه برست الايد من لعيبه رقم 7 ينسن من مركز 2 في مركز 6. ارسال استقبال من ساره وكره سريعه بتحطها ميار خليفه اللي دفع بيها الكابتن حمدي الصافي مكان فريده العسقلاني. سهيله وفيق دافع باتنين او ثلاث لاعبات صغار السن. كره قويه من رنا الجهري حطها بريست ايديها من مركز 2 في مركز 5. برافو يا رنا. سهيلة ارسال في الشبكة عايزة تعمل ريسك في الارسال وتلعبه بصعوبة ولكن جه في الشبكة. معلش 10 يو اس اف ايه 21 واستقبال وكرة قوية ورانا بتحط كرة قوية بريست ايديها. 22 الاهلي 10 الفريق البوركيني. وتايم اوت بيجريه المدير الفني دريسة سنون. اعتقد طبعا اخطاء عديدة هنشوفها معاكم وهنسمعها بعد المباراة من الاستوديو التحليلي والكابتن خالد العوضي وضيوفه الأقارب كباتن مصر. شايفين ومتابعين طبعا أخطاء سواء في مهارة الاستقبال واضح جدا وحائط الصد والكفرات ما بين حائط الصد والديفنس واضح إن في مساحات كبيرة في الملعب. فارق في المهارة وفارق في طريقة واسلوب اللعب زي ما احنا شايفين اهو. مفيش سيستم في الاستقبال. سارة امين اضافة بصراحة. استقبال وكرة مرفوعة وحائط صد. الكرة بتيجي في ايد حائط الصد وداخل الملعب. ارسال قوي استقبال وكرة بتتحط ونهلة المتألقة. كابتن فريق النادي الاهلي بتحط كرة بريست الايد بشكل جيد جدا لتصبح النتيجة 24 الأهلي 11 يو اس اف ايه. وإرسال من ميار في الشبكة مهم جدا. الكرة دي إرسال واستقبال من سارة كرة بتترفع ورانا الجوهري بتشوطها في إيد اللعيبة الرقم 7 ينسن وبتنهي الشوط الثالث واللقاء ما بين النادي الاهلي ونادي يو اس اف اي البوركيني بنتيجه 3 اشواط مقابل لا شيء. مشاهدينا بشكركم. كان معكم محدثكم اسامه ابو زينه. شكرا والى اللقاء.